إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين النجبا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود. علي في الطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وقاتل بكرهم كقتال عمرين وغادر جسمه حر الحديد. وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للغصن الفريد، أقول لها وقد ملئت دموعا ألا يا مقلتي هل من على حلو الشباب وبدر تمين شبيه محمد خير الجدود، شباب بالطفوف قضى صريعا يشيب لرزئه رأسه الوليد. كأني بالحسين عليه نادى علينا يا ليالي الواصل عودي، رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي رمس اللحود وتمشي باكيا من خلف نعشك كما يبكي الولد
الوليد على الفقيد. ولم أنسى النساء غدا تفرا إلى نعش الشهيد ابن الشهيد. تقبل هذه وتشم هذه، تريب الوجه تريب الخد أو ورد الخدود. وزينب قابلت ليلى وصاحت أعيد النوح يا ليلى أعيد. طلعت يا ويلي طلعا يا ويلي من الخدر عماته، شافن علي مرمي ويجرونا ومن الطبور ما تنحص جراحات. وزينب عليه دموعها مهمولة خرت على جسم العزيز تنادي، شيبت راسي يا شبه وليلة حين وتصيح داب فادي. تمشي وتعثر مشيتين مذهول ويا ويا وتصيح جسم ابني علي راون. عيني انعمت عيني انعمت من راح نور عيون. ما اريد من بعد العمر دفنوني ولا شوف جثتها الولد محمود. يا حسين حفروا لي حفر الساعة ما قدر أشوف ابني وشوف. قالها يا ليلة تزودي من وداع وبشري عقوبنا بناقته. قال مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تاسوعا يوم حوصر الحسين وأصحابه وأحاطت بهم خيل الشام بأرض كربلاء، وفرح عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بتوافر الخيل، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصر بأبي المستضعف الغريب. نزل الحسين يوم الثاني من المحرم في كربلاء، وأول راية عقدت لقتاله راية عمر بن سعد لأنه هو قائد الجيش. وقد وجد عبيد الله بن زياد صعوبة كبيرة في تجيش الجيش إلى الحسين، يعني حصل سهولة في تخذيل الناس وتثبيطهم، أما دفعهم إلى قتال الحسين لا حصل صعوبة كبيرة. وقد روي في الفتوح وغيره أنه جمع أتباعه وكانوا 70,000، وقال: من منكم يخرج لقتال الحسين، يعني منو يحمل الراية عهد بالراية، من منكم يخرج لقتال الحسين وله أي بلد شاء يكون عليه أمير؟ فأحجموا
فبعث لي عمر بن سعد، وأنا أتوقع تفضلوا سماحة الشيخ، تفضلوا داخل. بعث إلى عمر بن سعد، وكان عمر بن سعد قبل يومين ثلاثة فقط كتب له عبيد الله بن زياد صكا أو عهدا بينه وبينه، وقعوه أنه يسير لملك الري قبل ثلاثة أربعة أيام. وأنا أتوقع هذا الطعم، هذول اللي يخلونهم كلاب دائما جياع جياع، يأدون بهم أغراضهم ولا يعطونهم شيء، كلينكس يمسحون بهم أوصاخهم وما يحصلون شيء. بعث إلى عمر بن سعد قال له في نفس اليوم، المفروض يوم ثالث محرم عمر بن سعد يطلع الري أمير على 70,000، قال له يا ابن سعد أجلنا خروجك إلى الري، اخرج أولا لقتل الحسين ثم سر على بركة الله للري. قال إن رأى الأمير أن يعفني. قال نعفيك ولكن رد إلينا عهدنا واجلس في دارك، لا تروح لقتال الحسين ولا تروح الري بعد. قال إذن امهلني الليلة. قال أمهلنا. يقول صاحب الفتوح وما ترك أحد من أهل بيته من عمومته إخوانه خولته سألهم إلا وزجره عن ذلك، إلا وزجره. دخل عليه والد أخته حمزة والد المغيرة بن شعبة يقول لخالي إياك أن تخرج لقتال الحسين، لا تفضحنا كذا. وذاك يسمع وفي قلبه ملك الري، قلبه مهيمن عليه. هناك في نفس الليلة وياه رجل اسمه كامل، يقول صاحب مدينة المعاجز، يقول كان صاحب أبيه سعد ذيك الليلة نازل عنده ورآه مضطرب ويسأل، قال له كامل ما هذا الذي أراه فيك وما هذا الاضطراب؟ أتريد أن تقتل أو تخرج لقتال ابن بنت رسول الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أين ذهب عقلك؟ وكيف تقابل جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله لو أعطيت ملك الدنيا على قتل رجل من أمة محمد ما قتلته، فكيف بسبط رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فبأي شيء تقابل جده يوم القيامة؟ ووالله والله لا تقتله أو تعين على قتله فتلبث بعده إلا قليل، لا تلبث كثير بعد. قال أبي الموت تخوفني، يقول عمر بن سعد أبي الموت تخوفني، وإني إذا ما قتلت الحسين أكون أميرا على 70,000. 70,000 توجه إلى طهران، ملك على طهران الري، أكون ملك على 70,000. قال فاسمع مني هذا الحديث الصحيح لعله يكون لك صلاحا. خرجت مع أبيك سعد إلى الشام وانقطعت بي دابتي عن القافلة، تأخرت حتى عطشت، ووجدت صومعة فيها راهب، جئت طرقت الباب فأشرف علي، قال من أنت؟ قلت أنا رجل عطشان. قال أنت من هذه الأمة التي تقتل بعضها يقتل بعضها بعضا تكالبا على الدنيا. قلت يا هذا أنا من أمتي محمد المرحومة. قلت له أنا من أمتي محمد المرحومة، ما هو من أمة تقاتل. قال أنتم شر أمة، أنتم شر أمة، وستغدون على عترة نبيكم وتقتلونهم وتقتلون ابن بنت نبيكم وتسيرون وتسبون نساء. يقول قلت أعوذ بالله، نحن نفعل هذا؟ قال نعم، أنا أجد في كتبنا أنكم تفعلون ذلك، فإذا فعلتم ذلك ضجت السماوات والأرض والجبال والوحوش
والبقاع. ولعنوا قاتله ولا يلبث قاتله بعده إلا قليلا، ثم يسلط الله عليهم رجلا يقتلهم ويعجل بهم إلى جهنم. يقول ثم نظر إلي قال إني أرى كأنك قاتلة أنت. يقول قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله من أن أكون قاتل لابن بنت رسول الله، وأبرأ إلى الله تعالى ممن يقتل. قال أنا أرى في وجهك إما أن تكون قاتلا له أو تتصل به بنسب أو سبب. يقول ثم صفق الباب في وجهي ولم يسقني ماء. يقول فسرت التحقت بالقافلة، سألني أبوك، يقول عمر بن سعد، يقول سعد ويانا، سألني ما الذي أخرك؟ قلت له الأمر كذا وكذا، وذهبت إلى صومعة راهب وقال لي كذا وكذا. قال صدقت وقد اجتزت بها. ونظر إلي وقال لي أنت قاتل الحسين، أنت قاتل الحسين. فابتعدت بولدي عن كان يدري عمر بن سعد، كان يدري سعد عنده، هو أمير المؤمنين، يقول له يوم 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 اللي قال سلوني قبل أن تفقدوني قام يسخر عليه سعد، قال كم شعر على رأسي؟ قال على كل شعر من رأسك شيطان يلعنك، وأنا أعرف كم شعر على رأسك، ولولا ذلك أمر تعسر فيه البرهنة لأخبرتك، ولكن أو قال وآية ذلك أن في دارك سخيل يقتل ولدي الحسين. فكان عنده هذا الهاجس وهذا الشعور كان عنده. يقول هذا كامل، يقول فأبعدك عنه، أبعدك عن الحسين، يعني جابك العراق، وإلا هم أمويين وسعد المفروض من أهل المدينة أيام هجرة النبي، مفروض من أهل المدينة، وإذا مو من أهل المدينة من أهل مكة، وهو هرب من المدينة لما سمع سب أمير المؤمنين، يعني شوية عنده. قال لا أجلس في مكان في مدينة يسب فيها علي بن أبي طالب، عنده شوية. فعلى أي حال فهرب بك، يقول له أبعدك عنه، أبعدك عن الحسين. دخلوا عليه بنو زهرة، قالوا له نعيدك الله، بنو زهرة أهل قومة عشيرته، نعيدك الله أن تقتل الحسين فيدب الخلاف بيننا وبين بني هاشم بسببك. ضللوج بالليل ما يدري ويش يسوي، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين. الصباح شنو؟ لا الصباح ما بكم أترككم الكرايق والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي والحوادث جمع ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون أخذ يشكك، بعد خليتنا نكمل ليلة، أخذ يشكك علشان يقدم على جريمة من هذا النوع لازم يتخلى عن مبادئه ويتخلى عن دينه ويموت ضميره. فكيف يموت ضميره؟ لازم يشكك في الثوابت، يشكك في الدين، يشكك في جنة ونار. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما فإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عضود دائم الحجلين، وإن كذبوا وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الله من سنتين، أتوب إمني نفسه إمن. وطلع بعد يوم ثاني راح إلى، بعض المصادر تقول صاحب الفتوح يقول راح إلى عمر بن سعد، قال يا إلى عبيد الله، قال يا أيها الأمير أنت ألزمتني بأمر وقد تسامع أهل الكوفة، وهذا الأمر غير مقصور أداؤه علي، وعد عليه من أشراف الكوفة، أعطيه فلان 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 فلان. قال أنا أعرف بأشراف الكوفة منك،
وإنما أردتك لكشف هذه الغمة، فإن فعلت فأنت الحبيب المقرب. سكت عمر بن سعد، غضب عليه، شاف ساكت قال: وإن لم تفعل أمرت بتقديمك وضرب عنقك وأخذت أموالك. قال: أفعل أفعل. كانت أول راية عقدت لقتل الحسين بعدما حصر الحسين، حاصره جيش الحر، راية عمر بن سعد، وأخذ يعقد الراية ووجد تثاقل من الناس. صاحب أنساب الأشراف يقول: يرسل الراية تحتها ألف فارس توصل 300 واحد، يتسللون يهربون، ما حصل يعني تعب في إنهاض الناس لقتل الحسين. صار يبذل الأموال، أموال يصبها على الناس، وبعد شاف في تهاون، أرسل راية باسم سويد بن عبد الرحمن، يحملها سويد بن عبد الرحمن، قال: من تراه في الكوفة ابعث به إليه. أي واحد تشوفه من الرجال متخلف، الكوفة طلعت كلها إلا من خشين، أو إذا واحد شافه في الطريق يأخذونه. أي رجل تراه في الطريق خذ بيده واتني به. شافه واحد من أهل الشام جاي يأخذ ميراث ما إلى علاقة بالأحداث أبدا، أرسل به ميراث، إلى ميراث جاي يأخذه ويمشي، أرسل به إلى عبيد الله بن زياد فقدمه كمتخاذل وضرب عنقه. لما رأى الناس ذلك أخذوا يخرجون خوفا، طالعين يطلعون خوف. أول راية راية عمر بن سعد، آخر راية راية الشمر، لكن بعض المقاتل تقول ثاني راية راية الشمر، ووصل كربلاء ثم رجع مع عبيد الله بن زياد ينادمه ويستشيره، حتى حمل راية أخرى يوم التاسوعاء تحتها 4000 فارس، وقيل 2000، وقيل 10 كما في شرح الشافية، وانطلق لقتال الحسين. كانت آخر راية راية الشمر. يوم التاسوعاء أحاطوا بالحسين من كل جانب. الحسين طلب عمر بن سعد بعد محاولات بعد من قبل الحسين، قال له: أخرج إلي. الرواية يرويها أحد حفاظ أهل السنة الخوارزمي، يقول: فخرج إليه في 20 فارسا، معه حفص وغلام له أحد غلمانه، وخرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه معه 20 فارسا أيضا، ومعه أبو الفضل العباس وعلي الأكبر. لما التقوا أبعد الإمام الحسين من كانوا معه، وأبقى العباس والأكبر، وكذلك فعل عمر بن سعد، سير من كان معه أرجعهم، وأبقى معه حفص وغلام. قال له الحسين: يا ابن سعد، أتخرج لقتالي وأنا ابن من عرفت؟ هذاك ساكت، ثم قال: كن معي فهو أقرب لك إلى الله. قال: أخشى أن تهدم داري. قال: أنا أبني لك دارا خير منها، لأن لو كان معبي يهتز الجيش كله، إذا ما صار الجيش كله ويا الحسين بعزه. قال: أنا أبني لك دارا خيرا منها. قال: أخشى على ضيعتي تنهب. قال: أنا أعوضك بضيعة خير منها من مالي في الحجاز. قال: أخشى على عيالي. قال: أنا كفيل بعيالك. ما حد مسهم. سكت عمر بن سعد، نظر إليه الحسين، قال: ما لك؟ سود الله وجهك، وسلط الله عليك، إن وسلط الله عليك من يقتلك على فراشك عاجلا، وإني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق طويلة. قام يسخر على الإمام الحسين، قال: في الشعير العوض، مو لازم ناكل من البر، في الشعير العوض. ما يدري الحسين يتكلم عن اللوح
ما يدري. وبالفعل هذا الكلب اللي خلوه كله جوعان، لا عطوه الري ولا ميزوه بين الناس أبدا. لما رجع بعد قتل الإمام الحسين يقول لعبيد الله بن زياد أين ملك الري؟ ما سيرتني. قال ائتني بالعهد الذي أعطيتك إياه. قال ضاع، تركته عند عجائز قريش يقرؤونه وأتعذر إليهن. أقول لهم أنا سويت شيء لأن مغريات كبيرة عاطيني، تركته عند عجائز قريش أتعذر إليهن من قتل الحسين، ولقد نصحتك في قتل الحسين. قال إن لم تأتني بالعهد فلا ملك لك عندي ولا عهد لك عندي. أطلع برا. طلع برا وما بقى كثير، مثل ما قال له كامل، ومثل ما أخبر الإمام الحسين لا تأكل من برها إلا قليل قليل. يوم ظهر المختار اختفى هو ولده حفص، اختفى كلش ما شافوه. ويوم هيمن المختار على الكوفة كامل أرسل واحد من الوجهاء إلى المختار يتشفع فيه ويأخذ منه أمان، يقول الإمام الباقر فكتب له أمان، هذا أمان من المختار ابن أبي عبيدة الثقفي إلى عمر بن سحر وولده ما لم يحدث. يقول الإمام الباقر استعمل التورية، عادة السياسيين إذا قالوا ما لم يحدث أمرا أو ما لم يحدث حدث يقصد يعني حدث سياسي يطلع بثورة أو شيء، لكن كان المختار يقصد ما لم يحدث يعني ما لم يدخل الحمام، ما لم يدخل الحمام. فخرج لكن بحذر. يقول الرواة إذا حضر هو مجلس المختار حفص يختفي ما يحضر، لأن حفص حامل الراية العظمى كان بعد. إذا حضر حفص عمر بن سعد يختفي. يوم من الأيام قال المختار لأقتلن غدا رجلا مشرف الحاجبين عظيم الساقين يفرح بقتله أهل السماوات قبل الأرض. واحد سمع عرف هذه صفات عمر بن سعد راح يركض غيره، قال ذكرك اليوم المختار والظاهر ناوي يقتلك، اهرب اهرب. خرج نص الليل على بغل، على بغل طلع يمشي على بغل على أساس لو أحد بعد شافه مو مسافر، يعني اللي بيسافر يطلع على ناقة على جواد. طلع على بغل، يوم طلع برا الكوفة وأمن نام على البغل، ما انفلق الفجر إلا البغل رجع على باب بيته. بالليل يقولون للمختار هرب عمر بن سعد، قال دعوه في عنقه سلسلة وين ما يروح بتجيبه، قتلك الله عاجلا على فراشك، على فراشك. يعني ما انت قائد، مو قتلة قائد، مو قتلة بطل اللي يهتمون فيها الأبطال وقواد الجيش، مو خالد بن الوليد على ما فيه، لكن يوم اللي احتضر ومات ظل يتأوه يتأسف يقول أنا قائد الجيوش أموت على فراش. هذه نظرة الأبطال، هذه نظرة الأبطال، يستنكفون من أن يقتلوا على فراش أو يموتوا على فراش. الإمام الحسين أراد يقول له أنت بتموت موت الدليل على فراشك، يعني مو قصده على فراشك الفراش يعني نايم، يعني موتة واحد قاعد في بيته وما له زين بعد يتمنى بعد انه قتل على فراشه. طلعوا من الحمام من خشب الحمام، رجعت به دابته على باب بيته وانكشف الضوء. الحين وين يقدر يهرب؟ وين يقدر يهرب؟ من الخوف قال الى حفص روح الى المختار قل له انت على العهد اللي كان بيننا. راح حفص يقول لك ابي انت على العهد عهد الامان. قال تعال اجلس، تعال اجلس اجلس. وهمس في اذن كيسان قائد جيشه قال امضي الى دار المختار
عفوا امضي إلى دار عمر بن سعد وأتني برأسه، وإذا سمعته يقول أين طيلساني أضرب عنقه، هذا غدار ملعون يبغي سيفه. جاء كيسان وياه جماعة مشهور السيوف، ضربوا الباب، سألوا زوجته أين عمر بن سعد، كان من خشب الحمام، أشارت إلى الحمام قالت ليس ها هنا، ليس هين حتى على زوجته، حتى على زوجته، طلعوه من الحمام، من الحمام يحلم يصير ملك الري، قائد على 70,000 فارس، طلعوا من الحمام وضربوا عنقه وجابوا راسه وخلوه قدام المختار. شاف حفص اختنق بالعبرة، أخذ يبكي، قال له أتعرف؟ قال نعم، ولا خير في الحياة بعده. قال ومن قال أنك ستعيش بعده؟ قدموه، ضرب عنقه وخلى الراسين قباله. قال هذا بالحسين، يشير إلى عمر بن سعد، وأشار إلى حفص قال وهذا بعلي بن الحسين، ولا سواء، ولا سواء، والله لو قتلت نصف الأرض ما ساووا أنمل من الحسين، أنمل ما يساون من الحسين، ولا يساون أنمل من شبيه النبي. كنا إذا اشتقنا للنظر إلى رسول الله شبيه النبي ما يساويه مليون حفص. يقول الحسين كنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى رسولك، نظرنا إلى هذا الغلام لما أراد البراز على المشهور أنه بعد مقتل الأصحاب الأنصار، لما قال الحسين أمام الناصر هني هب علي الأكبر أول واحد، السلام عليك يا أول قتيل من سلالة خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل، أول قتيل قد فلدت كبده، لما قال لبيك يا أبا احتضنه الحسين وشمه طويلا وأخذ يشمه ويقبله، ثم رفع طرفه إلى السماء قال اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى رسولك، نظرنا إلى هذا الغلام وغص بريقه بأبي وأمي وقال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا، ثم أرسل نظرة إلى عمر بن سعد قال يا عمر بن سعد لعنك الله وقطع الله رحمك كما قطعت رحمي من هذا الغلام، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. تقول سكينة رأيت والدي قد أرخى عينيه على ولده الأكبر ودعا، تبعه بعينيه وأرخاهما عليه، ورأيته في حالة احتضار قاعد يحتضر يودع ولده. وقف الأكبر أمام القوم، قام له رجل قال له يا علي بن الحسين إن لك رحما بأمير المؤمنين، إن شئت الأمان أمناك، لأن جدته بنت أبو سفيان، أم ليلى ميمونة بنت أبو سفيان، وتصير أخت حنة زوجة مرت عمر بن سعيد، ليلى وعمر بن سعد أولاد خالة مباشرة مباشرة، إن لك رحم بأمير المؤمنين وإن شئت الأمان أمناك. قال سود الله وجوهكم، إن قرابة رسول الله أحق أن تراعى من قرابة أبي سفيان. وقف للمبارزة، قيل أنه خرج له رجل فقتله وخرج له أبناءه فقتلهم وأحجم الناس عنه،
خافوا من ضرباته. فنزلا فيهم بأبي وأمي يقولون على حملتين، حتى مقتل الشيخ الصدوق يقول حملتين، يختلفون في عدد القتلى لكن يأكدون أنها حملتين. الخوارزمي يقول أيضا حمل حملتين، حملا عليهم بأبي وأمي وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وآل البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، أطعنكم بالروم حتى يلتوي، ضرب غلام هاشمي علوي. كانت همته على حامل اللواء، فنزل في القلب وبثه على الجناحين، ثم مال على الميمنة فكسرها، ومال على الميسرة فألجأها على الميمنة حتى خوض الخيل في دمائهم، ثم شعر بالتعب بأبي وأمي وأمال بجواده ناحية المخيم. رجع من الحملة الأولى، الخوارزمي يقول قتل 120 فارسة، وفي رواية الشيخ الصدوق أنه قتل في أول حملة 10 فرسان. رجع قاصدا إلى أبيه، عمر بن سعد يقول من هذا الذي بعثر نظام الجيش وغبر في وجوههم؟ قالوا هذا عمر، هذا علي بن الحسين. قال هذا ابن خالتنا، من يأتيني به؟ لا يرجع، من يأتيني به أسيرا وإن لم يقدر فقتيل. ما أحد تصدى لهذه المهمة، قال علي ببكر بن غانم. جاء له ببكر بن غانم، قال يا بكر بن غانم أنت تأكل من نعمة الأمير، اخرج لهذا الغلام ائتني به أسير، وإن لم تتمكن فقتيل. قال أنت تأخذ ملك الري وأنا أخرج لهذا الغلام، إن قتلته فليست منقبة وإن قتلني فهي معيرة. قال ويحك، إنه سيف من سيوف آل رسول الله. قال إلا أن تضمن لي ملك الموصل. قال ضمنت لك ملك الموصل. علي الأكبر راجع، وإذا طود واحد من أبطال العرب اعترض، تغير وجه الحسين. ليلى تعرف نظام المعركة من وجه الحسين، صاحت وولداه، قال لا بأس على ولدك، وإنما برز إليه من يخاف عليه منه، ادخلي خيمتك وادعي له. دخلت الخيمة وتجاول الأكبر مع بكر بن غانم ضربتين بضربتين. ضرب بكر بن غانم ضربة منكرة، جاءت مستعرضة من شدة حركة السيف وحركة يده، انفتق درع بكر بن غانم تحت إبطه، وعلي الأكبر رمى بنفسه تفاديا للسيف تحت الجواد، تحت بطن الجواد. فلما مر السيف قام كأنه البرق الخاطف وعاجله بضربة تحت إبطه وأرداه قتيلا، قال خذها وأنا علي بن الحسين. ثم رجع صيد الملوك، أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا أنا لا تنطفي بقطرة مي نار كبدي، ما حد كفو من هالجمع يوقف بدر، أريد شربة وعين طرادي وحربي، لحمل على الجمان حملهاش واحمل، وخلي الخيل تتكردس على الخيل، وادع النهار من العجاج اظلم من الليل، واملي الوادي بالدماء، وادع الجثة سيل، وادع الدماء سيل، قبل المساء اترك مضاربهم خليل. أبا ألجأ
جائزة. قال ما تريد بني؟ قال أريد شربة من الماء فقد تفتتت كبدي من الظما. قال واويلا اصبر قليل يسقيك جدك رسول الله. ثم قال له ادن مني دنا منه يقول. قال لافتح فمك ففتحت فمي فوضع لسانا وإذا به كالخشبة اليابسة يقول فهانا عطشي عند عطش والدي. أراد ينقلب مرة ثانية قال تعال ودع أمك. دخل على أمه وجدها مغشا عليها أخذ رأسه أخذ يكلمها يمسح التراب عنها تقاطرت دموع على وجهها. قالت من؟ قال أنا ولدك علي. قالت علي الحمد لله الذي جاء بك الذي أراني وجهك قبل الفراق يا بني. قعدت تتأمل فيه تقول لي يا ابني عليك المصطفى وهو بجماله. مصطفى يا خالع جماله واهب لك الكرار صلاتون. ومن الحسن عماك يا بعد اهلي نوال وقصر العمر من فاطمه والاب من حسن. اويل تقول لي يا ابني تهيا يا قمر سعدي يا لما يا ابني تهيّد يا بدر سعدي يا لما وقف مولانا الحسين عليه السلام بين الخيام. وهذه يضبطها يضبطها من اللي هو المجلس في التاسع من البحار ويختص بها علي الأكبر. جاء به ناحية الخيام وقال هل قمن يا بنات علي وفاطمة ودعن علي. فأقبلت واحدة تشمة واحدة تضمة واحدة تقول ارحم غربتنا يا علي انقض الحسين عليه السلام على ابنه وقال اتركنا ولدي فإنه ممسوس في ذات الله. ثم تقدم الحسين أخذ ينظر إليه. صفات النبي شمائل النبي صلى الله عليه وآله صوت النبي. قال بني أذن. فلما أذن سلام الله عليه انفجعنا نساء أهل البيت وصحنا ومحمدا وعليا وضيعتنا بعدك. ثم الحسين سلام الله عليه أخذ ابنه بأبي وأمي وجاء به ناحية المعركة وصار يدفع ولده إلى المعركة وهو في حالة المحتضر. نزل بأبي وأمي في القوم أخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا ها
حتى قتل تمام المئتين فارسا. يقول حميد بن مسلم إلى جانبي واقف منقذ ابن مرة العبدي، يقول علي آثام العرام لئن مر بي هذا الغلام وهو يصنع في الجيش هذا الصنيع لأفجعن به قلب أبيه ولأثكلن به قلب أمه. أقبل بأبي وأمي لا يلوي على شيء، همته حامل اللواء حامل اللواء بينما هو يقاتل، إذ أقبل إليه من خلفه وضربه بالسيف على رأسه. عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس، هوى وتوارى ذوبا بالها الناس، شبق على المهر ويلي والمهر فار، شبق على المهر لبالا يودي لابوه حسين عن القام يحميه، أثار المهر للميدان وعليه أثار المهر للميدان طبه وأوشبقه بموسط العسكر، احتوشوا من كل جانب، هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه برمح، هذا يرميه بحجار، حتى نكسوه من على جواده. وقع على وجهه صاح أبا حسين عليك مني السلام، فانطلق المولى إليه كالصقر وهو يخرج رجله من الركاب وينادي ولدي علي ولدي. وصل إلى ولده ورمى بنفسه عليه، وضع خده على خده وصدره على صدره، وأخذ يؤن أنينا يقطع القلوب. يقول حميد بن مسلم ما سمعنا للحسين صوت ولا أنين إلا حين وقع على ولده الأكبر. يقول أخذ إن على ولده، أخذ إن على شبيه النبي، يقول له من قطع وصالك بسيفه يا علي يا بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيا أكبر يا نور العين، أكبر يا نور العين يا معفر الخير، شيبتني يا ابني وخليت القلب مفطور من عمك العباس، ظهري يا علي مكسوك، شيبتني يا ابني وخليت القلب مفطور من عمك العباس، ظهري يا علي مفطور، اكبر يا نور العين يا معفر الخير، شقول العين
عمتك لو سايلت عنك، وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور يا معفر الخلق. مقدار أخبرهم علي مطروح بالرمضة، العدوان جسم مقطع عينه مقطع الأعضاء. مقدار أخبرهم علي مطروح بالرمضة، عدوان جسمه مقطعينه ومقطع الأعضاء. أكبر يا نور العين يا معفر. وصل أنين الحسين إلى الخيام، سمعته زينب فدارت عيناها في أم راسها. مصادر خاصة وعامة تقول ركضت زينب، وصلت إلى المسرح، إلى المسرح. أخذت عيناها تدور في أم راسها، قالت يا ابن أخي أسمع أنين أبيك الحسين في المعركة. قال عما إذا كان أبي يؤون في المعركة، إذا لا شك قتل شبيه النبي. قالت إذا اللي أطلع. يقول حميد بن مسلم بينما الحسين على جسدي ولده يؤن عليه، وإذا بامرأة خرجت من الخيام كسفت الشمس بمحياها شابكة بعشر أناملها على رأسها، وتركض إلى مصرع الفتاة وهي تنادي وابن أخيا. قام الحسين يركض إليها وأخذ يدافعها، صاحت يا نور العين يا حسين أحلف لك بست النساوي. صاحت يا نور العين يا حسين أحلف لك بست النساوين، أما تجيب الولد الحين والله ترى انفر للميادي. قال ارجعي أخي وأنا آتيك به. أويلي وشال المدلل فوق صدره وللخيم عاه يبكي وينادي، نحل جسمي فقد الأولى. قوم يا ليلى بالعجة، قومي أوالي شال المدلل فوق صدره وللخيام عاه يبكي وينادي، نحل جسمي فقد الأولى. قوم يا ليلى عدلي لولا دي وسا. أيوة عليا
صلوات على الله.